واحد بيقول يقال في سفر الامثال لا تخاصم بدون سبب. السبب هو تحطيم حياتك الروحية، لكن اي سبب مادي ما يكونش داعي للخصوم. بيقول فانا لي اخوة سافروا الى امريكا منذ اكثر من 20 عاما، وعندما طلبت منهم ان يساعدوني لكي اسافر رفضوا. فانت افتكرت بعد 20 عام تتصل بيهم؟ لو كنت دائم الصلة من اول ما سافروا باستمرار كنت تبقى في ذاكرتهم باستمرار، لكن بعد 20 عام تتصل. بيقول رفضوا، فهل هذا سبب كافي لكي اخاصمهم؟ يعني لما تخاصمهم هيرجعوا مصر ولا حاجة، يعني هتعمل ايه في الخصومة بتاعتك دي؟ مع العلم اني لا اتكلم معهم من 5 سنوات، يعني ما تتكلمش لمدة 5 سنوات وبعدين اول حاجة تطلب مساعدة. ما تعرفش ظروفهم يا ابني، جايز ظروفهم ما تساعدش، جايز يشعروا انك انت هتبقى حمل ثقيل عليهم.